كل مره قعدت نكلي فيها التلفزه والله ما تقول هلكتها كان هي كاتب البارح مريال بعد 23 جا مريال لا مش من البيلات البيلات هم مش ضد عجب البيلات مش ضد من ايش الله وعد برا تبع تو من كوموند ولا من التلفزه هاي يا رب عجب هكا ليه التلفزه جديد هكا يا زهر يا زهر انا عم ماني جيت انا جيت اش عملتي لها التلفزه اش عملتي لها كسرتيها يا عجبكش زيد اش انت عملت لها زيد ما عندك ما عملتي لها ها ما تمشيش وين هي في بالي بهذيك من البارح هكا حابس بالع ما تحبتش تمشي هكا هذه من البارح بالع من البارح ها طولت المر هذه من بكري بال والله ما تطلعي كسرتها كانت ليه كسرتها ما شكون كسرها اخوان تقولي ما نعرفكش انت انت حارس اللط والله انت حارس خلطه طايبه في حال اي خلطه المره اللي فاتت الفريجيدير ودقدقتيه السخان وكسرتيه القلب مكلوشه وحرقتيه تو زيت التلج دقدقتها ارتحنا تو ارتحنا كالعاده والعواد حط كل شيء في راسي اسقط برد انا كلام يريد حب نفسه ويطمع شكون تاخيرك انت نهار الكل مقعد مكلعب قدام هكا شكون؟ كان اللي تتكلعب قدام هكا كيف تمشي تلقاك هكا عام من الله داري ومن الله شكون كتر؟ والله الحديث بيت معاك والله ما لقيت لكش عليا ليل ونهار يا ربي فهمي علاش تفرجني؟ علاش تتفرجي؟ علاش تتفرجي؟ علاش تتفرجي؟ تتفرجي على المنوعات مثلا المنوعات عندك وقت نهار كامل شحنتي نعم وتهنى برك ما تتبجع انا كلمت منصور الصلاحي تو جي شوف منصور الصلاحي؟ ايه لا كيفك انت صلاحي؟ ماهوش كمل يدقدق على حقها للفريجدار المره اللي فاتت يا ولا حوال يا ولا حوال مبطل ليه؟ تو ما عادش نتفرج على التلفزيون، شو عندي نعمل نهار كامل قاعدة في الدار؟ علاش تتفرج؟ علاش تتفرج؟ علاش تتفرج؟ نتفرج على المنو علاش تتفرج؟ علاش تتفرج؟ علاش تتفرج؟ ترى نتفرج على البرامج علاش تتفرج؟ البرامج ثم تاكل في برامج عاد تتفرج عليها، تتفرج على البرامج، شو هي البرامج؟ ماكل برامج بتاع الفضايا، الشعب كامل، الشعب كامل يموت كان على الفضايا مالاش هاو هاي هربت عليه، هاي حبلت منها، هاو تعارك هو وامه، هاو زبد عين باباه، هكاك موت وكان على الفضايا ملا برامج ولا هي تتفرج عليها هذاك شحنا احنا في البلاد هذه كان الفضايح ما نكفاش باش نعملوا باش نعيشوا من غير الفضايا انا نتبعوا باش نعدوا وقتنا هذاك هو ولا ما حاله ساعه يسكت عليا برك ما تجيخ فيها مش ديما نتفرج عليهم هذاك هذه ساعات نتفرج ساعات على البرامج الهيك ثم تاك البرامج الهيك عاد تفرجي بها يا برامج هيك وزها ولت تعرف عاد البرامج الهيك عاد ما قال حديث يا خير برامج هيك فيش برامج هيك يا ولي يسبوا فينا في التلفت ولي يسبوا فينا هذه اخر طلعه يسبوا فينا انا نهار يخرج لنا فرخ هكا بالتلفزيون يسب لنا بونا بو والدينا يسب لنا قالت له تفرج على البرامج الهيك مالك هذيك تفرج عليها شروخ حرام وبنويت حرام جايبهم لنا في التلفزه ويحللوا ويناقشوا ويعطوا تدا في مقترحات ويزيدوا يبدوا برايهم يعطوا رايهم ويبدوا برايهم ان شاء الله نجوم على راس كروسهم طحنا فيا يا عجبكش تدخلني والله تو نسكك بالكوماند كيف تتفرجي فيهم مالك تتفرجي فيهم عجبك الرويق هذاك كان البلاد وكان الركاكه وكان الفوريق لا حشمه لا جعره هذا اخر طلعه تو يا اخي هذا نحب نفهم حاجه لي يا اخي هذا ما تربوا معانا يا اخي عاشوا معانا يا اخي شافونا كيفاش عايشين بالقدر مع والدينا ومع عائلاتنا يا عجبكش تو شبيك شعلت فيا ما انا قلت لك ما عادش تشعل فيا مدخلني انا ندخل فيهم زاد البرامج على ما حال انا ساعات هاني مش ديما ساعات نحب نفرج على المسلسلات التركيه مسلسلات تركيه باش مش تعدى باش ما تعدى حتى القلوب البيضه تو نتاع تركيا متلبسينها عليه باش ما تعدى تو ثم كان القلوب السوداء المسلسلات مثال نتاع تركيا والقلوب لا ما فهمتهاش هذه ما فهمتهاش اش باش نعمل مالا نبطل ما عادش نتفرج على التلفزه زاده يعجبكش تو يا زاده ما قلتلكش ما تفرجيش يا زاده علاش ديما تفهم في بالغلط علاه هي علاش ما تفرجيش على الوطني وطنيه بزاف قال لك وطنيه شنو هي الوطنيه هل عندهم البرنامج هذاك نتاع عبد العزيز العلوي يعاودوا فيه نتاع الحوته نتاع الملك اللي قال فيها الخاتم هذيك نتاع عبد العزيز العلوي والفوازير تاع عايد ابو بكر رقص واحد ها انت اللي عاني مش نورمال حتى ترى مسكين لا سيدي اللي نحب نتفرج على المنوعات ها باش يعاودوا منوعات تاع ارضي وفاء بالوعود تاع هلا الركبي اما وعود وعود الباشي المره هاي الله ما يطلع كما صور الصلاة السلام عليكم هاي وين سلام لاباس هاي تفضل هاي هاي وين التلفزه وين
يا ودي هوي قدام هذه كذا وذا وذي سلامة مدام باهي باهي سايب هكا هو عاد شوف التلف دخل من الحل بتاعي وين التلفزه انا قدامك معك هاي منا هاي منغاتي يا اخي اشهر ما يريش ولا شبيه هذا هاي ليه يا رسول الله ليه يا ربي ليه هكا ليه هكا باهي هكا شنو اللي تكسر مال مشوه اليوم على ما تكسر شيء ما تكسر شيء دفع الله مكانها مش مشكلة تكسر الدول وتكسر وزراء وتكسر رؤساء كمان شوف كمان مسوق واضح يا باشا تكسروا عندي يا سيد الوزراء ويكون في بالك يا ودي رام حتى الوزراء حتى يتكسروا يقعدوا يخذوا في الملايين لين يموتوا مش اشوف انها من الكوموند متلف دمير تكسر على الواحد ايها تو نشوفها قعدنا حابسين اخوي خليني نركز لها وتو قول لك ايش يا معلم تو الترنيفيس فهمني هذه ما الحاجه ما تحلش بالترنيفيس انا راني ما نوسعش بالي نعطيها طول هكا ما تحلش بالترنيفيس ان شاء الله تبعوا مش يا قول وكعر الرباع التلفزه لا لا بحول الله ان شاء الله ما نستعملها هي ايش فيها ايش عندها هي مش شوفها انا الساعه تقول لك شد معاك انا عاونك لا ما تتعبش روحك سايبه ما باش تحل ورد بالك راهي فيها الضوء ها لا بطل يا حبيبي يا التلفزه يا حبيبي ما تخافش عاد ما تخافش تبقى قول ما تخافش يا عبره يا معلم يا دي خلينا عاد نخدم على ارواحنا باهي يا رب الشفت بالشفت تو لا عندك مكوى لا عندك خير لا عندك تلفزيون لا عندك شيء جايب لي سطور وداخل على التلفزيون تو متجنن يعني 40 سنه تصليح على التلفز زي ما تفهمني انت كل شيء نصلحه يا سيدي انا حتى المخاخ نصلحها من داخل نحلها نفرقها ونفرقها ونصلحها باهي هذا صلاحي جايبتها حلها شبه شنو شبهها شبه ريحاناتنا لا ما عنديش ريحانات ما فماش ريحاناتنا مش متبدل خويا الحفره هو ريحاناتنا ثم ريحانات ما عنديش ها قلت لك الريحانات بلك زعما ما عندي كان الفايح هاكا بكش ريحه صباطي ريحه صباطي لما انا وين الريحه ديالها ريحه في التلفزه عجبكش ايش عندها الساعه بالضبط هي راهي تعرف الضربه جاتها في المفاصل الكل حابتكم قطمو حابته تو مني شاكين فيها شاكين الكونتير ضربته واش واضح كونسير عطاش هاو هاي الفلتة من هناك كي تنزل هاك ريحة تحل من هناك لا ريحتها مش عجبت الريحة رانا نطلعها بالريحة التلفز تنير داول البارح ثم ريحة هاك كيف ليش انت الريحة الناتة ما جتني هني هيا والله تنجم تقول حتى ليه البارح داول لو شميت الريحة ريحة شنو شميت البارح تفرج على الماتش شميت الريحة يا حي بكشي طول ولا عرش واحتمال بكشي مش بالتلفز الريحة ولا ريحة تعمل التلفز ايه لا من ريحه طامله التلفزه تفرجوا على برامج الطبخ لا تتفرج ما تتفرج يوسف ما غير ما تتفرج لا تتفرج ما يا رسول الله تو الريحه باش تعدل التلفزه الداخل صار انها من داخل ريحه شنو انت شميتها البارح انا شميت ريحه ملوخيه بالبكري ريحه ملوخيه ايه الملوخيه مش تعمل هكا في التلفزه لا والمشكله راهي ما قصدتش الجمله هذا الملوخيه ريحتها نشم في ريحاناتنا كيفاش قصدت التلفزه يا ودي هي كيفاش قصدت راه بدات نتفرج 9 و4 راكعه البرنامج بدي يراك اقول شيء في جينيريك راح كل شيء عندك بدي ابو خليل يتكلم كلمتين ولا ثلاثه وعملت خط في الوسط في الوسط بالضبط ايه فوق راس ابو خليل ولا تحت والله على الجنب نتاعه من اليمين وبعد تالي ما قعدش شويه يتكلم الاخر هذا العماري اكثر عملت وسط خط اخر وقعد تمشي كاك الصوت يمشي ويجي من بعد تالي يجي يتكلم واحد نتاع النهض هو قال وهي حبت تجيب نص صباح هكا باهي عندك تو السينيال هارب نتاعها سينيال هارب ما ثماش سينيال شاك فيه من الكوموند مناش تعمل مناش باهي انت القنوات انا تو مش خلاها لا ما تخليني شيء ما تخليني شيء فسخ 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 كل شيء ما تخلي حد شيء خلي لي قنوات تاع النشر الجوي ولا محل ما نصدقهم اما على الاقل واحد هنا يقرب تاع النشر الجوي وخلي لي هكا واحده نتاع حيوانات تاع قناة الحيوانات هذيك انا تاع تقهور الخانق احنش ولا قرد رابط ثياب وفار يحل هذه قنوات تاع الحيوانات صحيح ما تخلي شيء شري عاود زيد عاود طنبول اسمع تاخذت كلام ماشي مكفي ما تفسخ حتى شيء حتى قناة ما تفسخ كل شيء نتفرج فيه برس كنت على روحك ما تفسخ ني قلت لك ما تفسخش وني الراجل نحكم فسخ هاي مالا لازم تجي في مزاها الراجل ومراه اسيدي علي بالله الا ما يفسخ مالا هاي سواك كيما قالت فسخ ايه قلت لك ما تفسخ فك علينا فسخ علي الروالة فسخ علي مفسخ ولا ما فسخش انت جايبتها في الدهات انت في الدهات راني شاريها هي
اسكت على روحك. انت عندك ما يكسرتها ودم. اي ليه؟ اسكت على روحك. والله لا يفسخ. فسخ. فسخ. هاي تعرفوا كيفاه تفهموا الساعه في بعضكم. انا قلت لك فسخ شنو تفهموا؟ انت فهمت. باهي تعال شوف السياره. قلت لك فسخ. بس شوي. فسخ ما نمشي. فسخ. والله لا يفسخ. والله لا نخلص امان. هاي. خلنا نمشي نشوف السياره الساعه هذه. ما فسخ. ما فسخش انا ما نخلصكش. باهي. هاك كيف تتابعك من هنا. اسمع انا كان رجع السياره تزفرني. لا اسمع يا. رد بالك الكراع بتاع السلوم مكسر انا. سامحونا عاد كسرت. اه ما فسخ شيء. سامحونا كسرت الكاس. سمع. يا تكسر. اللطف واللطف خلي يفسخ قنوات الوان معبيه قنوات الوان هذا خطر يا ودي والله لا يفسخ ها نقولك عامل لي فيها انت على كيفك بس على كيفي هنا لك ما لحقتش ما تحبني المساواه مش انا قلت ما يفسخش هذا خطر عطو تحب تكثري لي كلام يا اخي بالراجل يشتوني مع رجال في هالبلاد يعجبكش ملك فيها رجال وزي وكتاه ما لها مساواه انا قلت ما يفسخش انا قلت لك القنوات والله لا يفسخ والله ما يفسخ ها نقول لك راجل يا زهر النهار المره يا زهر وجهي يا زهر الراجل هاني شي يا زهر بسم الله الرحمن الرحيم وان هلا غالب اخوي اعطتها لك زهر كسراتك اهليلي وخروبتي وحدك اهليلي منوعات ايش بي ها مش نعاود المنوعات نتاع شو انت مش نعاود شو نعاود هذا مش عارف في الوطنية يا ما قلت ليش منوعات في الاخ ما انا مش نعاود لا تكلمش يا كاطا وقاطا مش انا ولا مش دايس رجعت كاتش مش رجع المضيع نتاع الربط الوطنية اصحى انت لحد لا لا بحال الله ان شاء الله ما نستعملها هي شفاها ايش عندها هي ها مش شوفها انا الساعه نقول لك شد معاك رد بالك على الضوء ها الضوء يمشي فيها ها قد انا راح اخذ الضوء يمشي فيها عندك ياسر تصلح ها ليني انا راح اشوف خلينا عاد نخت انا نطلعها بالريحه الطلس تنير جو البارح ثم ريحه هاك كيفاش جات الريحه الناتة ما جاتني هني بس تفرجي في البرامج بتاع الطبخ راه تعمل البرامج هي تعمل ريحه البرامج تاع هم تو وحوش تلقاهم خلوا الفور محلوش حلقه لفت يا والحوال يا والحوال يا والحوال والله شيء غريب في هاللمبوب خلينا نقول شيء رزق الله كل جمعة انبوبة كل جمعة انبوبة كان الغش حتى من اللمبوبات يغشوا فيها يا رسول الله من البلاد ديما كان الغش على حتى هم انا مباركي لهم ربي راك نخدم اللمبوبة دعا نحضر لك هم الأخرى يا زهر يا زهر شني شني شبيه التول تول نقاعرة طول طول عسى علي وزيدي باتتي باتتي علي شدي هاك شدي هاك شني هاك هاني كرش هاني كرش اختار كرش كرش الرميح زين قزينة رهينة في تركينة هاني كملت عليك دي اش بها الكرش هاي الكرش هذيك اللي حقرتها بخمس الاف هذيك اللي حقرتها الكرش في الشومي كرشة ومو هي الكرش هذيك اغلى من كرشك يا لالة هذيك اغلى من كرشك بريت الكرسي خمبة اللمبوبة بار لا ربي هاك الكرسي ها قدامك الكرسي ها حط منها زعما قرب قرب شوي قرب شوي من هنا لا نجيب لك كرسي اخر بشوي يا زلمه بشوي كان جبت لبوبه المقتصده خير انت انبوبه مقتصده اي في بالك يا لالا قداش تخدم الانبوبه المقتصده تاعك على ب 12000 يا لالا ب 12000 ما هلالا ب 12000 هي ها ما خير حتى بعت لي فاتوره نتاع الضو تجيك للشطر لا هذا هو الحديث بالله اسمع كلمه الشطر هذه ما عادش جده اللي نعرف جماعه الستيل الفاتوره ديما طالع الهبوط ما تعرفيه ماشي وتطلع ديما جاي هكا زعما ولا كاين بعيد ماني عارفتك انت تموت على عنيت او بعد الكاك نموت على عنيت يا بنتي تكلم ولا نسكت يا تو يا رسول الله الضو اللي ما نستعملوهش نحينيه الضوء اللي نستعملوه نحينيه البعداش بالفيشه بتاع الفريجيدير نسيناه الفيشه بتاع التلفزه نسيناه والماشين يا باب والماشين احسن حاجه تعرف شنو هي هذاك كله شيء نسلو الفيشه بتاع المونجالا ديريكت
تعرفي حل؟ والله اني مرين تسلك عن كوشك خير، هذا اتلحق باش نرتاح من الجغجيغ نتاعك. صص قالك شل عن كوشك، قالك تسد لسانك خير، محسوب كل انت تعرف تركب لامبوبات. حاجه كبيره تركيب لامبوبات حاجه كبيره. كان شفت واحد خير. شنو؟ شفت واحد خير يجي يركب. هاكا هو؟ أنبوبة ب 15% ونجيب لها واحد ب 10000 يركب لها بعد هاو ربحنا هني هاو ربحنا هذا آخر طلعة تو شد الكرسي شد بيه الكرسي خويا كيفاش شد بيك هدايا مبلولة أنا راه كي يضرب يسقني الضوء في جرتك اش مشايبك أنت الضوء يديك مبلولة شد بيه الكرسي مشايلة زهر بعيدة زيدي مخدة هادي مخدة يا والله حوال أخي صاروخ أنت باش تصنعها يا بنتي هادي مخدة تو يا عيش وجهك بدي لي مخدة بدي مخدة فنحطها فوق الكرسي باش نحرق على الأقل يا رسول الله صاروخ باش يصنع فيه النقاش بدل بأمبوب بشوي شد الكرسي ها تو خايف على يديك وخايف ماش خايف على رجلين ما كيضرب لي تو انا في جرتك نربح ياسر باش شد بيا زاهم لي شد انت عشان زاهم الصبر يا ربي مش يا زاهم شدي عاد هاني شدة بيك حنيني بشوي بشوي يا بنتي شد والله شدة بيك يعجبكش وي لامبوبة زاهم وي لامبوبة قدامك انا قدامك يا خويا ان النقار كيحل في انبوبة يا رسول الله كان جات الدنيا راك انت تبدلها جات عبدلها انت زاهم ما طلعش اني نبدلها قلت لك شوف شكون يا رهدانة خايفة من الضو خاف الضو ما لما نخافش تو كي سكري تو نربح هنا شديني بعد يا شدي امشي بارك امشي شبيك زادة سخونة يا زاهم سخونة لامبوبة سخونة هاتي حاجة نشد بها باش شد داك كابش نمشي نشوف لك مين شادي كرسي ما بعت سايبين ليك مالك باش لا طيحي طيحي اش باش طولها وكي باش نجي نجي شوي باش شوي حليلي هاتي باش شوي باش شوي هات سايب فزت لي شعري مليك راك مجبوت شبيك هكا باش شوي يا زهر باش شوي مخطوب انا فيك ما تخافي طول جد ليش بدهولك اش تعرف باش شوي امشي بارك امشي يا زهر يا سلاك الواحلي زيدي مخدة زهو زيدي يا رسول الله هذه مخدة أخرى هذه قسم على ربي يقعدك 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 شدي بي شدي ما بس عشي شي ما تخاف هكا هكا يا رسول الله تي 10000 ولا هالمرج المغرب مغرب وحنا يا بوبا تو ما بدلنا النقار يصنع في صاروخ منحسك اسكت يوسف كان مرة شبشبت لي شعري كان يا مبوبا بدلت باش نحل فيه بشوي خنويه لامبو هاني قدامك هاني قدامك منا دور هكا بشوي يا زهر طيحينيش ما تخافش هاني شادة فيك يا زهر شد يا زهر هاو انت شادة فيك بشوي يا ستار ستر يا ستار يا رب يا كريم حليلي برك ها يا سلاك الواحلين يا سلاك الواحلين يا زهر هاي تنحت يا زهر انا حيت يا زهر شدي هاك شدي كرسي شدي هاك شدي لامبوبة هاك شدي ردي بالك سخونة ردي بالك سخونة انفخ عليها ينفخ عليك عفريت ان شاء الله باري مدي لامبوبة الاخرى لامبوبة الاخرى وين ندير عليها انا لامبوبة الاخرى وين شدي الكرسي هاني شاد بيك باه شدي الكرسي وين ندير عليها انا لامبوبة الاخرى وين تو انت ما مديت لي كان محروقة ما عنديش عجب باش شوية يا زهو هاك مش تطيح انا زهو وشوفي لامبوبة وين بالك شلاطة طايح ما فماش ثبت انت روحك عندك انت ناريتها عندك انت هي سامحيني يا زهو هي ناري على روحك خشيت في ساعة المغرب ما عادش وقت يا رب شدين بيجي هاي واحد امشي واحد اثنين ثلاث امشي هلاك الواحد سي زهو هيك في تركب سي زهو هيك في تركب هاي يا باهي يا زهو هاي يا زهو هبطي صح هاي يا باهي خلنا بشوي عاد بشوي شوي يا زهو تيح قلبي كرسي هذا يا زهو كل صحة دراحة ما عمل لك ليه طاو رسول بشوي ليه هك يا رسول الله ليه هك أنبوبة حرت فيها يا رسول الله ركبت ولا ركبت ولا عبر امشي خلنا نجرب بها ترى باري شاب حل الطاو دشت ولا دشت باري ترى شعب شوفي الأنبوبة شعب اش قول يعطيك الصحة هيا به وجيب خديم وقت 10000 يجي والله شيء يغري فيه انت ريتني راجل راني الضوء اللي مسرح فيه 380 فون ترتاح ستيب ريتهم نخدموا في ستيب يا بنتي وين يوحلوا كذا يجوا لي بالكرب يهزون حليلي ظهر فيها تحلقت مرة أخرى عجب شنو هو تو
تعرف كيفاش؟ باري طيب العشي، باري طيب العشي، تشعل ولا ايش؟ لا بالشعر. شنو نمشي وقت هكاكا؟ لا وداك طال نتعشوا على شمعة بر. لا 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 ما يهمنيش فيكني، الضو يسمك تريقله وترجع. في بالك خالي في جايبه حدانا راه. اسمعني نقول ما نحب حتى كلب يجي، نقول. يا خوي خالي تو ولا كلب؟ يا والله لا تحشمها ولا تصبح. خالي تو ولا الكلب؟ ما حسيتش اي قد ما عاونك قد ما كركر وجاب قد ما دخلت يخدم معاه في الكوشة وانت ما ركحتش، دخلت معاه يخدم في البحر وفي الحوض وانت ما ركحتش، قد ما جاب لنا وقد ما كركر لنا وقد ما عاونك. نقول لا ما نحب حتى الكلب يجي للدار، نقول. كلمة واحد وما واش عامل عليا زي خالك، شيري خالي خالي خالي، شنو ترديهولي خالك؟ شنو ترديهولي خالك؟ شنو ترديهولي هذا اللي عندي خالي خالي تو ولا خالي؟ يا بنتي محسوب ما حدا حد حاجة تقول حاجة لي، يا بنتي حتى كرش السردين ناكل وما حدش بحد شيء عند خالك، يعجبك الحديد، خويا علاش خونا تو خالك؟ قال له باش تكبروا قال له وقت يموت شرف الحب. حرام عليك حرام عليك خالك نعرف، عيب علي خالك خالي خالي خايب تعرفه شو منين كوين الفلوس؟ منين جات الفلوس يا رسول الله؟ يا عندك يا خويا ما مسترقه بالواحد كان يسرق في النهار عليك رب وشري وشري فلوكه ولا يتفاخر بها حرام عليك حرام عليك حرام عليك واه يا حرام عليك خالي خالي كم بالله بالله يا سنة قال شكون خال خال وينك بدوش خالي هي ما تقولش خالي بالله بالله انا اسمع فلوسي ولا فلوسها حرام البارح جاي متسلف من عندي 100,000 يا فلوس يا حرام الواش تتسلف الفلوس يا خويا تحليلك الربي كلش شفتك يا خال يا خال يا ذي وعليك بالليل ماش نحكي على خالي ني كذاب مستحيل كان يحكي على خالي ني الحق في انا جايب لك التريليا جديده هبطها استناها تو ايش التريليا والله جايبها لاخت يا خال يا خال انا نعزوك ونقدروك نحتاجك ني ولا تحتاجني ولا فلوسي انا نسرق في النحاس وفلوسي حرام وكذا يا اخي انت بتاع النحاس ها عندك فلوك هذا حديد فعلا انا اهل ومالي ما دخلتش عليه شوف انت رجال ادخل بيناتنا الشيطان عاد حط الفرش كيوسك يا نقار هات تدور في الوراثة قدك هات تريلي هات تريلي خليها يا طال كتاتس وما نعطيها شي كلمة ايش بيك يا خالي يا دي يا قالت كنت اخذ علي يا انت على اختي حتى انت سامحني فيك تسكتي له راهو عامل فيا يسب خالك ويسرق ربي عامل فيا يضرب فيا راهو يا ده شكرا لك الليل على خالك قلت لك راهو خالك ناس طيبة تعمل انت تقدر فيا ها يا خال اقعد يا خال الحق في عينيه يا خال وسع جيب الحوت متريلة فريسكا امسحها فيا امسحها فيا نرميها الكتاتس ومع ستلبكة هاك 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 والله نقيسها الكتاتس هاي بدوك زي يا خا خزيت عليكم يا خا يا خا يا زي يلحق يلحق على التريلي يلحق على خالي يا خا 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 يا